هل من الوارد ان احنا نشوفك مره اخرى في الجهاز الفني للنادي الاهلي في وقت قريب؟ هل ممكن نشوفك مره اخرى في الجهاز الفني لبيتسو موسيماني تحديدا، ولا انت مش هتشتغل مع بيتسو موسيماني الفتره اللي جايه؟ Like I said, Muhammad, initially, بشكل مبدئي قمنا بالانفصال كما يحدث في الطلاق، وكما قلت لا يمكن أن أعلق على الفريق الذي كنت أعمل معه، ولا تستطيع أن تحدد ماذا سيحدث لك في المستقبل. طيب، على ضوء الأصدقاء، مين أقرب اللاعبين ليك في النادي الأهلي في الوقت الحالي؟ مين اللاعبين من النادي الأهلي لسه بيتواصلوا معاك؟ لا أتواصل مع اللاعبين، ولكن علي أن أقول أن اتصالاتي دائما مع ميشيل إلى حد ما، وموسيماني أيضا، لأن موسيماني هو من علمني من هي الكرة، من هي الكرة المصرية، وكيف يمكن التعامل مع فئة تدريب في الكرة المصرية، وهو صديق عزيز. هو أكثر الناس الذين لا زلت أتواصل معه من المصريين. هو من قال لي كيف يمكن أن تكون أجنبيا وأن يتم قبولك داخل الفريق الذي تقوم بتدريبه. وقت أن كنت موجود في الجهاز الفني للنادي الأهلي، مين من اللاعبين اللي كانوا موجودين في الدوري المصري كنت معجب بيهم وشايف أدائهم كبير بعيد عن النادي الأهلي؟ There was quite a few players that we admired. There was a lot of players from. كان هناك الكثير من اللاعبين، وكان هناك على سبيل المثال شيكابالا وزيزو وبن شاكي، وكانوا لاعبين جيدين جدا. حين تنظر إلى فريق بيراميدز، هناك لاعبين لا أتذكر أسمائهم بشكل كبير، هناك أيضا إبراهيم شكري. أيضا اللاعب الذي يلعب في الظهير الأيمن، وهناك الكثير من اللاعبين الشبان. كان هناك لاعب أو اثنان من الشبان يلعبون في الخلفية، أعتقد في فريق المصري، ثم عاد إلى الأهلي. محمد عبد المنعم. وكان هذا، كانوا هؤلاء لاعبين جيدين جدا، وأعتقد أن هناك في الفريق القومي المصري العديد من التقنيات الجيدة، وهم دائما ينافسون بشكل جيد. ولكن فيما يتعلق بالدوري، أعتقد أن هؤلاء لاعبون جيدين في الدوري المصري، أتذكرهم جيدا بصفة خاصة. أتذكر لاعبي الأهلي والزمالك شيكابالا وزيزو وبن شرقي، كل هؤلاء اللاعبون محترفون جدا ويحققون أفضل أداء.